أكيلة اللحم واللي يحبوا اللحم يجوا على مطاعم سبا. طلع كيف داي بدوب طلع طلع صح. الخبز بينخبز لما أنت تطلب. هذه أكلة عربية ممتازة ممتازة عن جد ممتازة. جزاهم الله خير. الأكل اللذيذ جدا ما في قواعد. هو في لا حياء في الدين وإحنا عندنا لا حياء في الأكل. وهذا اللي خلى العرب ينصحوا زيي. العرب موجودين وثقافتهم منتشرة في كل مكان. وسميناه على بونديفان. جلسة وقدامك الموقد والنار والدلة والكل، يعني راح نعملها بستايل حلو جدا. ذوق نكهة تاكل وانت متهاني. يعني انت يمني؟ يمني اكيد. يمني الهوى والهوية من كل انتمي الى كل محافظة اليمن. اليوم احنا في ويست ديربون، تحديدا في ولاية ميشيغان، واللي بيجي على ميشيغان اكيد كل الناس بتحكي له روح جرب مطعم شيبا. مطعم يمني متواجد في قلب داون تاون ويست ديربون. خلينا الان ندخل انا وابراهيم داخل هذا المطعم، اوريكم شو رح ناكل اليوم. يلا. يعني بس تفوت على مطعم شيبا السبأ أكيد لازم تتعرف على أهم أحد رموز هذا المطعم، لأنه شاب ولد وترعرع في أمريكا ولكن حافظ على ثقافته. كل التراث الموجود هون وكأنك في معرض يمني يمثل الثقافة اليمنية. اسمي إسماعيل الجهني، يمني الأصل، من مواليد الولايات المتحدة الأمريكية، من محافظة ردع البيضاء، متواجدين هنا في ولاية ميشيغان. أملك أنا وأسرتي وإخواني مجموعة مطاعم السبأ، الأكلات اليمنية بشكل خاص والعربية بشكل عام. كان عائلي لأب أو للأجداد، ومن ثم أنت بدأت فيه ولا هي فكرة مستحدثة شبابية يعني زي ما بقى؟ لا، الموضوع ما هو مستحدث يعني ولا فكرة كفكرة. إحنا تربينا في وسط المطاعم، يعني كانت يعني في صغرنا زي الملاعب، يعني زي الحديقة، زي ما يروح الأطفال الحديقة إحنا كنا نروح على المطعم يعني، فتربينا عليها. الوالد الله يحفظه هو اللي بدأ المطاعم اليمنية بأمريكا بشكل عام في ولاية نيويورك ب 1972، وإحنا كملنا المشوار. زي ما تشايفين هون ورانا رسومات الجرافيتي كمان بتزين مبنى شيبا، لأنه دائماً بسعوا هون إنهم يمثلوا الهوية اليمنية داخل المنطقة، وخاصة وسط ديربون. هاي تعتبر داون تاون هون زي ما تشايفين، وكلها تقريباً أمريكان وناس مش عرب، وبتحكي للناس إنه إحنا موجودين، العرب موجودين وثقافتهم منتشرة في كل مكان. مطعم سبا معروف باللحم بالحنيذ، يعني هو أساس المائدة، أكيلة اللحم، واللي يحبوا اللحم يجوا على مطعم سبا. الفحصة؟ لا، هذه الفحصة. يس، هذه الفحصة. وهذه سلطة القلابة. سلطة لحم، هذه من نفس اللحم الحنيذ. نعم، اللهم انه بنهرسه زي ما انت شايف. اه، بيصير زي الشورد الميت. تمام، وبينهرس مع البطاطا وبيكون بالفخار، لانه الفخار لا تنسى انه يجيب نكهة حلوة كمان، وبيضل سخن، بيضل يعني بس ينزل للزبون بيضل هيك زي ما انت شايفين، بيضل يغلي. وهذه من مشتقات الفحصة، بس هذه بالقلاية وبالبيض. عندنا هذه الأكلة تبلش من الفيجيتيريان النباتيين بالخضار بس. تمام، وتقدر تعملها أبجريد، سواء كان لحم القلاية، سواء تعملها فحصة، أو حتى شرم أو بالتونة. جميل، فيكن أبجريد من فيجيتيريان تو سي فود تو ميت. هاي ما إيش بتاكل؟ أقول لك كيف. هذه نعم تنحط كذا. يا سلام. وكمان تجيب هذه وتنحط كذا. حلو، لازم تنخلط. شفنا الخبز عندك مميز جدا، يعني بيشتغل على فرن التنور. باليمن بيعملوا بالطريقه الاكبر يعني، بس هنا بحكم القوانين الحرائق والاشياء هذه ملتزمين، لازم نكون ملتزمين بالتنورات الاصغر حجما. او هنا في مطاعم سبا الخبز بينخبز لما انت تطلبه، يعني انت تدخل بدك تاكل اكل يمني، اول ما يطلع الطلب الخبز ينخبز بنفس الوقت زي ما شفت انت. خبز تنور، خبز تطلبون تنور. هاي خلطه خاصه في اسماعيل يا اخوان. اللي بيحب يعملها يسميها خلطه اسماعيل، يجي يقول لهم على المحل انا بدي خلطه اسماعيل بعطوك اياها. الفحصه بخلطه اسماعيل بالحلبه اليمنيه، الخلطه اليمنيه معروفه. كمطعم يمني في أمريكا الحمد لله يعني سمعتنا سابقة، والحمد لله رب العالمين ما أجت من فراغ. يعني مشوار 18 سنة يعني من مطاعم سبا، و50 سنة من الوالد الله يحفظه. بهارات يمنية، كل الأشياء يمنية، ما عدا الأشياء الطازجة هذه متواجدة موجودة هون، بس الأساسيات يمنية أكيد يعني، والفليفر كمان يمنية. على ما أظن اليمنيين أكثر الناس متحفظين بالحلال والحرام، يعني اللحم 100% حلال، الدجاج 100%، كل ما يتعلق بالمطعم مطعم شيبا حلال 100%، ومن مصادر موثوقة حكومية وإسلامية. I like Yemeni food. I lived in the Khalij a long time. Hanif is probably my favorite food ever. You gotta try it. This is like my 15th time.
اهم اكله هو في عندنا في المطعم في مطعم شيبا هي اللحم الحنيث. من اللحم بنقدم اكثر من حوالي 6 7 انواع مختلفه. الحنيث هذا الحنيث حلو. هذا الحنيث نعم. شوفوا يا اخوان الموزمه يعني طلع كيف داي بدوب طلع 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 كيف صحه ومليون عافيه. اذا بدك مثلا انت تعمل زي هيك ستايل ها جيب السحاوق تعمله هيك وتاكل. طبعا احنا راح ناكل في ايدينا لانه العاده اليمنيه في اكل الرز في ايديهم. هو الاصل هبر هبر يكذب عليك اللي يقول لك ملاعقه. اصل احنا بدنا الاصل اصل هبر وزي ما بيحكي المثل على الاصل يدور. شيل هاي كلها كمان. طبعا احنا بس بدنا نيجي نكرم الضيف شو بنقول له. تفضل حبيب قلبي. شايفين انا بعتقد صاحب المحل ياكل في متعه معك وباكل يعني بشغف وحب اعرف انه الاكل 100% نظيف زي ما بينزله في بيته بينزله للزبائن. وهاي ميزه مطعم شيبا. من اكبر طباخ لاصغر شغال عندي انه الشيء اللي ما ترضاه لنفسك ما تنزله للناس. تيسير ياسين من عينيا برود سكان شيكاغو. أنا أول مرة بدخل مطعم يمني طيب بشكل مش معقول. هذه أكلة عربية ممتازة ممتازة عن جد ممتازة جزاهم الله خير. أنا من فلسطين من منطقة رام الله من عينيا برود وبعيش في أوهايو. أكل كويس الأكل ممتاز. سر نجاح مطعم شيبا. سر النجاح هو تعامل الناس تعاملك مع الناس. سر النجاح هو إبداعك فيما أنت فيه في ابتسامتك في وجه الزبون في كرم ضيافتك في أشياء كثيرة. يعني موضوع المال وموضوع الحساب هذا مفروض أنه يكون عند كل المطاعم بشكل عام. يعني يخلي الزبون أنه يحس أنه أنت جاي بس عشان أنا أهبر منك فلوس. يعني أهم الأشياء اللي لازم تتواجد مع أي مالك مطعم سواء كان يمني أو عربي بشكل عام يعني يكون حسن الخلق تعامل مع الناس انه يدرب عماله على ابتسامه على النظافه على لانهم هم في النهايه يمثلوك انت كصاحب المطعم. زي ما احنا شايفين ما شاء الله يعني هناك لسه بتاسسوا في قهوه اللي هي القهوه بون ديفان. طيب تحكي لنا اكثر عن تجهيزاتها ومتى راح يتم افتتاحها في وست ديربن. قيد التجهيز وزي ما انت شايف لسه اندر كونستراكشن بس احنا بنحاول نعمل شيء اللي لساته مش موجود بالساحه. يعني شيء اللي يشرفني وايضا يشرف كل الناس. فاهم قصدي؟ تجي انت عندي وتشوف شيء مختلف شكلا وايضا مضمونا اللي هو الطعم. هون في جلسات وفي اماكن وساحات فاضيه. هذه راح تكون من ضمن المطعم والقهوه. انت جاي تشرب قهوة يعني جاي عندك وقت بدك ترتاح سواء يعني studying ولا عندك meeting ولا بدك بس تقعد وتشرب يعني كاس قهوة. عندك هذا البارك كله يعني راح يكون هنا مقاعد وكراسي سواء بالسمر تايم وكمان بالوينتر تايم راح يكون عندنا كمان اللي هم الإيجلوز. يعني الواحد بوكل وبتغدى وبيخلص وبيجي بقعد في الطبيعة والبراد. بالطبيعة والبراد أو بإذن الله راح يكون عندنا مجلس عربي جوا المحل. يعني مجلس عربي جلسة وقدامك الموقد والنار والدلة والكل. يعني راح نعملها بستايل حلو جدا. صراحة جربت كل المطاعم بعد شيبا رستورانت والله ما في ذوق نكهة تاكل وانت متهاني. يعني انت يمني؟ يمني اكيد. هذا الاكل اليمني زي الموجود في اليمن؟ صراحة موجود في اليمن وفي البيت ولكن في مطعم سبأ والله له نكهة ثانية. ما شاء مش مجاملة ولا شيء. احنا جينا والعوائل عندنا بالبيت، زوجاتنا بالبيت يطبخونا شو ما بدنا، بس هون الوضع غير يا عمي، والتجربة خير برهان. انا والله قبل 5 دقائق واحنا موجودين داخل اقول لهم للجماعة الذي موجودين معي اقول لهم شوفوا كل الناس الأجانب العرب الذا كلهم يأتون إلى المطعم هذا يعني لتناولوا الوجبات هذه الجميلة. يعني موضوع الفرنشايز حكينا إنهم لازم يتواصلوا على إيميل الجهمي 376@gmail.com. مش راح بس يتضمن اللي هو مطعم شيبا لكل الولايات بالإضافة إلى كمان اللي هو بون ديفان كمان راح يكون فيه له فرنشايز. بمكانكم تتواصلوا على هذا الإيميل إذا احتجتوا الفرنشايز. راح تتواصل مع إسماعيل بشكل مباشر على الإيميل وراح يرد على كل شخص بيبعث له. راح يكون من نفس المنطقة هنا بدير بون بوست دير بون ومرحب بالجميع يجي يزورنا هنا كأهل وضيوف. وبعدين نحكي على مواضيع الفرنشايز سواء كان للمطعم أو للكافي شاب. للجادين على العين والرأس يجوا عندنا ضيف ونحكي في المواضيع وناخذ ونعطي وما يصير إلا يرضيهم. تمام. وراح يكون كمان اللي هو روابط التواصل تحت بالإضافة للإيميل وعنوان المطعم وكل تفاصيل مطاعم شيبا بالإضافة لبون ديفان موجودة في الديسكريبشن. وراح تلاقوا معلومات كافية
وافية أنها توصلكم لتأخذوا الفرنشايز من شيبا ومن بونديفان. الأكل اللذيذ جداً، ما في قواعد، هو في لا حياء في الدين وإحنا عندنا لا حياء في الأكل، لا حياء في الطعام. هذا اللي خلى العرب ينصحوا زيه، موضوع الكرم في الكمية. لما تفوت على مطاعم بحط لك عينات، ولكن هون بتفوت على المطعم ما شاء الله يعني الكمية بتشبع. وحتى أنا بلاحظ على الويترية إذا نقص رز أو شيء بيجيب لك، صح؟ فهذا من دليل كرم مطاعم اليمنية. على فكرة معظم المطاعم اليمنية بتعمل زي هيك. فوصلنا هون لنهاية الحلقة، أنا بنزل يوميات على انستغرام، اعملوا فولو انستغرام ضروري. فيا أخوان لا تستدعمونا باللايك والشير وسبسكرايب، وأكيد راح تلاقوا حسابات معي الجهمي وحسابات إبراهيم الشريف في الديسكريبشن. وشو بنحكي يا أخوان؟ سلام.